اليوم عندنا عملية الانتخاب تاع المجلس الأعلى للشباب على مستوى بلدية وزناتي، وين في هذا الشهر الفضيل لاحظنا إقبال كبير، ولاحظنا باللي شباب يعني حقيقة يعني عبر على طموحه باش يكون يعني في مستوى الحدث تاع الانتخاب تاع هذا المجلس. واليوم شفنا يعني رغم رمضان ورغم التعب وكذا جاوا شبيبه جات بقوه ان شاء الله، ونتمنوا الناس اللي راح يخرجوا يمثلوا بلديه وزنات يكونوا في المستوى ويمثلوا بلديه نتاعنا، وربي يوفقهم لما فيه الخير للبلاد وللعباد. السلام عليكم السيد توفيق بن نصر، الامين العام لبلديه وزناتي ورئيس اللجنه البلديه المكلفه بندوه الشباب. وانطلقت العملية الانتخابية لاختيار ممثلي بلدية وزناتي في ظروف تنظيمية محكمة، حيث انطلقت العملية على الساعة 9 صباحا بدار شباب ملك بن نبي بحضور أعضاء اللجنة البلدية المكلفة بتنظيم ندوة الشباب، وتتمثل الهيئة الناخبة أو المسجلة على مستوى التطبيق أو المقبولين نهائيين من عدد 212 مسجل، بينهم 151 ذكور و 61 إناث، وترشح منهم 9 مرشحين فيهم 6 ذكور و 3 إناث، وتجري العملية في ظروف جد حسنة.